وبعيدا عن سوء الحظ اللي بيطارد نجومنا في بطولة كاس الأمم الأفريقية، فلاعيبة قطاع الناشئين عندهم فرصة عظيمة جدا يثبتوا نفسهم. مستر بيتسو موسيماني قرر الدفع بمجموعة كبيرة من لاعبين شباب وناشئين في بطولة كاس الرابطة، البطولة الجديدة، وبالفعل شاركوا في أول مباراة قدام الجونة وأدوا بشكل كويس جدا. وكمان مستر بيتسو موسيماني قرر الاعتماد عليهم لحد نهاية البطولة، وده كان خبر مفرح جدا بالنسبة لهم، وقال إن هو هيعتمد عليهم لنهاية البطولة إن شاء الله حتى مع عودة مجموعة كبيرة من نجومنا المصابين. كمان زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي وواحد من أهم اللي بيغطوا قطاع الناشئين في النادي الأهلي، اتكلم عن اللعيبة اللي شاركت دي وعرفنا أكتر عليهم. خلينا نشوف زميلنا فاروق قال ايه. من اللعيبة اللي أنا شايف اللي أكيد ما حدش يختلف عليها زياد طارق، جناح هجومي مهم جدا ومميز جدا، وعايز أقول لكم إن هو لسه عنده كتير جدا. واحد زياد ده من أهم اللعيبة في قطاع الناشئين. أيضا أحمد سيد عبد النبي اللي بعتقد ده يبقى باك رايت مهم جدا للنادي الفترة اللي جاية، واحد من اللعيبة المهمة جدا. محمد مغربي مساك أكثر من رائع وبيلعب ظهير أيسر، واحد من اللعيبة برضو العناصر المهمة جدا. وحالة السعادة دي والإشادة بالنجوم الشباب ادت دفعة كبيرة جدا للاعبتنا سواء في الأكاديميات أو في قطاع الناشئين. خلينا نشوف اللعيبة الشباب دي قالت إيه عن المشاركة الأولى للاعبين اللي تحت السن في مباراة الجون. اللعيبة الشباب النهاردة بتلعب من مواليد 99 و2001، إن شاء الله فعلا نبقى زيهم نلعب ماتش رسمي إن شاء الله قريب إن شاء الله. كل ما بشوف اللعيبة بحس إن اللي جاي أحسن، وأنا كل ما باجي هنا بحس إن أنا حلمي هيتحقق. أول ما شفت اللعيبة والله كنت حاسس إن في أمل والله.